مصطلح مش عارف اذا كان ده اخترعوه زملائي في الاعداد ولا ده مصطلح معروف، يعني اظن اختراعهم، الذهب الاحمر. طب ايه الذهب الاحمر ده؟ انا على ايام الذهب الاحمر ده اللي هو عيار 18، ده اللي انا اعرفه. قال لك لا، الذهب الاحمر ده يا جماعه هو القوطه، الطماطم، بس ايه بقى؟ المجففه. تصدق وتؤمن بالله انا اول مره اعرف ان مصر بتصدر طماطم مجففه، والله العظيم انا بكلمك بجد. وده بالنسبه لي خبر كويس جدا، اولا عشان التصدير، اتنين ده معناها ان انا عندي الكفاءه والخبره اللي تخليني اعرف اجفف الطماطم، يعني اجفف المحصول، وكمان عندي اسواق بعرف اصدر ليها، وبالتالي نقدر نشتغل على ده اكتر واكتر. ليه لا؟ تجفيف الطماطم في الاقصر وإسنا تحديدا، يعني تقدر تقول لوحة فنية زراعية اقتصادية تصديرية أكتر من رائعة. معانا على التليفون المهندس عبد الكريم دياب، المسؤول عن مشروع التجفيف في إسنا. أهلا بيك يا باشمهندس. ألو، وفقد الاتصال مع المهندس عبد الكريم دياب، هنحاول ان احنا نعاود الاتصال بيه مره تانية. وانا بتكلم الحقيقه مع زملائي الاعزاء هم بيستعرضوا عليا او بيعرضوا عليا الخبر وبنتكلم فيه، قلت لهم نفس الكلام اللي انا بقوله، قلت لهم احنا في مصر بنصدر طماطم مجففه؟ قالوا لي اه. بعض من زملائي قالوا لي ده احنا بنصدر طماطم مجففه لبعض البلدان الاوروبيه، وعندنا اسواق بتتفتح او اتفتحت بالفعل مع ايطاليا واسبانيا. خد بالك ايطاليا بالذات من اكبر منتجين الطماطم المجففه ومصدرينها على مستوى العالم، بيصدروها لكل حته في الدنيا. كون انها بتتصدر من عندنا لهناك ده حدث. طيب خلونا ناخد معانا المهندس عبد الكريم دياب، المسؤول عن مشروع تجفيف الطماطم إسنا الأقصر. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا باشمهندس، ازاي الصحه؟ كله تمام الحمد لله. تمام والله. احنا بنصدر طماطم مجففه فعلا؟ طبعا. ده ايه الخبر الرائع ده؟ لا احكي لي الحدوته دي من اولها، احنا بقالنا قد ايه بنصدر طماطم مجففه؟ احنا بقالنا 5 6 سنين، من 2011 كان الاول بدايه كده تدريبيه، بعد كده 2012 كانت العمليه خفيفه قليله السوق الايطاليه، بعد كده ابتدينا ندخل السوق بتجلينا بقى ايطاليا والبرازيل والدول الاوروبيه الثانيه. حلو قوي 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 قوي، يعني احنا بنصدر طماطم لايطاليا؟ طبعا. ده يعني حضرتك اكيد سيد العارفين، يعني ده هم بيصدروا طماطم مجففه للدنيا واحنا بنصدر لهم؟ بنصدر لهم. ده شيء رائع، شيء رائع ما شاء الله. احنا بنصدر قد ايه كل سنه تقريبا يا فندم؟ احنا الاول كانت الكميات قليله، يعني احنا طبعا ما بنوفيش في السوق، يعني كان الاول ابتدينا بحوالي 20 طن، بعد كده ابتدت 60، بعد كده زادت ب 120 طن. السنه دي الحمد لله يعني احنا واصلين لحوالي 150 طن طماطم مجففه. حلو جدا. هل احنا التصدير بتاعنا بنودي المنتج بتاعنا في حاله او في شكل بضائع جمله ولا للاستخدام المباشر للمستهلك على طول؟ يعني مجففه ومعبئه تعبئه صالحه للبيع داخل المتاجر والسلاسل ولا لتجار الجمله الايطاليين مثلا يعني؟ لا، هم ايطاليا بياخدوا عندنا شكلين. يعني ياخدوا شكل ان هم يعيدوا تصنيعه تاني، يعني يعملوا اعاده تصنيع ويصدروه هم بمعرفتهم لامريكا مثلا. ايوه. يعبوه في عبوات نهائيه. ايوه. وفي احنا جزء تاني بيروح على طول للاستهلاك الجاف، يعني طماطم جافه معباه في اكياس وهم بيستخدموها على طول عندهم. البرازيل بياخد للاستهلاك على طول ده عنده، يعني ما بيعيدش تعبئاتها تاني، لا هو بيستهلكها عنده كبرازيليين. اكياس وعبوات صغيره صالحه للاستخدام الفردي على طول. طب انا برضو احب افهم الطماطم المجففه دي لما بشوفها في المحلات ولا السوبر ماركتس في مصر ولا بره مصر الاقيها محطوطه في برطمانات زجاجيه ومنقوعه في زيت زيتون. طبعا. طيب احنا بنعمل كده ولا لا؟ احنا بنعمل دلوقتي بس على خطوات قليله، يعني ما لسه ما توسعناش في المجال ده. هو في بعض الشركات عندنا هنا في مصر ابتدت تاخد الفكره دي كويس جدا وتصنعها، تصنيعها احنا ناخد الفكره التصنيعيه بتاعتها
طماطم جافة، زيت زيتون، بعض الحاجات يعني زي الثوم والبصل معاها، ومعها بعض البهارات بقى اللي احنا ايه، ورق لوري، حاجات زي كده حسب الطعم اللي احنا عايزينه يعني. ماشي. وتتعبى في زيت الزيتون. حلو قوي. طب لو احنا عايزين زيت زيتون ومفيش، ممكن نعبيها في زيت عباد الشمس اللي هو برضو، بس بنحط لها شويه حبات سمسم اضافيه قليله. جميل. وبتبقى منتج رائع وبصراحه موجود. لكن كشكل مصريين احنا يعني لسه كمان ما ابتدناش يعني نستطعمها للدرجه دي، يعني لسه ما قبلناش عليها. أيوه. لكن هي بره مكسره الدنيا طبعا، والحمد لله كويسه جدا، وبعد كده هي بتعمل توازن في السوق وليها كذا كذا ميزه. أيوه. وممكن احنا حاليا كمان بنعيد تدريب السيدات في البيوت ان هم يستغلوها، عشان اوقات بيحصل عندي الفصل بين العروتين، بين عروات الطماطم، وبتبقى الطماطم غاليه، فاحنا لما هي تجففها في البيت بيبقى عندها مخزون من الطماطم تستخدمه عند ارتفاع الاسعار. حلو الكلام ده. ما يبقاش يعني تبقى هي عندها كده. ده كلام رائع. وبرضه احنا ابتدينا نخلي كمان خريجين الجامعه بتوع كليه الزراعه، بندرب احنا جامعه جنوب الوادي بخنا، جامعه جنوب الوادي باسوان، في تعاون مثمر معانا بيننا وبينهم، بيجيبوا الطلبه وروهم يدربوهم، عندنا برضه كله. طيب ايه اللي مطلوبه يا باشمهندس عبد الكريم علشان نتوسع في المزيد من تصنيع الطماطم المجففه وتعبئتها بشكل برضو حلو، اللي هي البرطمانات الزجاجيه وزيت الزيتون وما الى ذلك، وبالتالي نقدر نحط قيمه مضافه اعلى تكسب اللي بيصدر، وفي نفس الوقت تدخل عمله صعبه للبلد، وفي نفس الوقت بتدي لنا برضه سمعه طيبه في مجال تصدير المنتجات الزراعيه والغذائيه؟ ايه اللي مطلوب من الدوله او اللي مطلوب بشكل عام علشان المشروع يبقى اكثر سهوله على حضراتكم؟ هو المطلوب الخطوه النهائيه اللي هي التعبئه. يعني احنا طبعا احنا محطات فرد بنعبي كويس جدا وبنفرز وبنفرز درجه اولى ودرجه ثانيه. حلو. لكن في حاجه في خطوه لسه اللي هي ايه، المصانع بقى، زي ايه مثلا؟ زي مصانع الصلصه، بدل ما هو يتجه للصلصه، لا انا عايز يتجه لتعبئه الطماطم الجافه عنده، ويفتح زي ما نقول فاترينه في السوق الخارجيه. ايوه. الطماطم مظبوط. الطماطم زي بدل ما هو هيبيع صلصه، لا هو هيبيع طماطم مجففه ومصنعه تصنيع كامل في مصر. حلو قوي. ودي طبعا هتدير عائد كويس طبعا. جدا، هتشغل شباب كتير جدا، لان احنا بنشغل ناس لا يعني عدد كبير جدا، كبير جدا جدا خالص. وفي نفس الوقت انا بحفظ توازني وبحفظ سوق كويس طبعا. ومصر دي طبعا الحمد لله يعني الطماطم عندها في كل العروات، يعني تلاقي عروه صيفي شتوي نيلي، في كل العروات موجوده الطماطم عندنا. صحيح. وفي كل الجمهوريه يعني يا ميسر الحال، اسكندريه لحد اسوان موجوده الطماطم عندنا. يا ميسر الحال عشان نقدر نحن يعني نستفيد بها اقصى استفاده ممكنه. انا بشكرك جدا باشمهندس عبد الكريم دياب المسؤول عن مشروع تجفيف الطماطم في اسنا الاقصر. طيب